بالنسبه للمقابله بين المقابله كانت كاربعه ديال الاهداف وعده فرص ضائعه الله هو اللي كنتمنى ان شاء الله. علاش كانوا اربعه ديال الاهداف؟ لان كنظن بان فروق جوج لاعبين بلا ضغط ملي كتلعب بلا ضغط كتحدي اداء جيد كتكون لاعب على البطاقه اللي كتلعب كاس افريقيا او عالم كتكون الحيطه والحذر من فروق جوج. فاحنا مع فريق اللي معروف على الصعيد الافريقي فريق منظم فريق مستوى كبير عنده مدرب في المستوى اللي تقريبا ثلاث سنوات فقط. فاحنا جينا على الاقل نقدموا اداء جيد. احنا ما عمرنا كنمشيو باش نتعادلوا، ولكن اولا لازم نقدموا اداء جيد. فكنظن بانه كانت مقابله اللي فيها تقريبا ديال الاشواط. الشوط الاول كان بين قطاع بركان والشوط الثاني كنظن بانه كان في مستوى كبير. وقبل كنا على الاقل نخرجوا بالانتصار لأن ضيعنا عدة فرص. نتيجة ديال التعادل هي نتيجة إيجابية، لأن ممكن يكون السفر بعيد وبعيد بزاف، وإلا حققتي نقطة فالرتور ديال السفر كيكون في المستوى. هنيئا لجوج فرق اللي قدموا أداء جيد وبعدين أداء. كنظن بأنه مقابلة اللي نستمتع بها رغم قلة الجمهور فنستمتع بها. الإعلام اللي عارف كيفاش جيت الفريق وكيفاش انسال الموسم. فبصراحة الله العظيم ما عرفت كاع شحال من نقاط حصلت على الفريق حيت ما كنحسبش. كنظن بأنه أولا جينا على إنقاذ الموسم، واللي شجعني أن نجي للفريق هو المكتب الموسمي وكذلك الجماهير. سيت المكتب لأنه ما كاينش لي زاريري عند اللاعبين، ولو ديتيج واحد لا فيدراسيون اللاعبين مخلصين جميع المسائل اللي كاين. ملي كيكون هادشي ما كاينش عند الفريق فالفريق كيأدي أداء جيد. كنظن بأنه الذي كنتمنى له الفريق هو الملعب يكون في مستوى سريع وطن بحال الملعب اللي كاين في مدينة بركان. فكنظن كما كيقولوا سي تان فيجو نتمنى توقف فيه. فهنيئا للجماهير البركانية بهذا الملعب. وكنظن بأنه نتمنى إن شاء الله السنة المقبلة نحققوا نتائج أحسن وما الإمكان ديالنا باش نحققوا النتائج. الحمد لله على هذا الباركور ديال هذا السيزون. الحمد لله كنت كنتمنى انني مباشره بالمباراه ديال الزمالك انتهي هو السيزون، لان دوزنا واحد 56 مباراه ماشي بزاف، يعني تقريبا سنه كنا كنشوفوا لعبنا فيها جوج منافسات ديال الكره الافريقيه البطوله كاس العرش كانت سهله. الحمد لله بالنسبه كنشكر جميع من ساهم في انجاح هذا الموسم الجمهور الاول كان دائما حاضر معنا، مكتب موسيين، صحافه، لاعبين، ستاف ميديكال، لو ستاف تكنيك عندنا. الحمد لله كنظن بان كاب فينال في ليديسيون 2018 فيناليست 2019 فانكور دو كوب دي ترون سيزيام بلاس. كنظن بان فت انا لي زوبجيكتيف كانوا مطلوبين مني. الحمد لله المباراة ديال اليوم كنظن بأن حقيقة كنا كنتمناو أننا نحققوا فيها واحد الشيء اللي كنختموها ميس باش نديرو على لا سانكيام بلاص. مي اللهم لك الحمد بالنسبة اليوم فزت فزت واحد الفوز كبير، وأنني اكتشفت إدريسي بلا طيغة طوا جو 18 عام كنت كاع نخسر المباراة وربح هذاك اللاعب. الحمد لله استاذ جون طالون كنتمنى دائما كنتسنى اوكازيون انني ندخلو، واليوم دخلتو وكما شفتو تبارك الله دري 18 طون سكي لافي دونك هذاك ربح تقريبا بالنسبه لنا. كنظن بان ما عليا الا مره اخرى نشكر جميع من ساهم في انجاح السنه مشات الموسم لان سنه ناجحه 100%. كنت كنتمنى انني فوز ذاك فوز بذاك اللقب ديال الكره الافريقيه، ولكن كره القدم هي هذه مره اخرى فيها ليها جميع المكونات جميع الانسان. سي مولاي عوشا ضغط اللاعبين البطوله الوطنيه صعيب، لان بهذيك الخساره ديال الكاس هذا كان بقينا كنت كنتمنى انا اننا ننهيو مباشره بعد الموسم. ولكن الشوط الاول كما شفتوا تقريبا 50% ديال اللاعبين الاساسيين ما كانوش، حاولنا نشوفوا بعض اللاعبين شبان اللي دخلوا
في تام فرحان المرطوب ديالهم. الشوط الثاني كان تراجع زعما بالفعل الاخطاء ديال ديكسبيريونس قل التجربه هي اللي خلات اننا نتعادل اليوم. ولكن كما قلت لك ولو اننا انهزنا غنكون فرحان المرطوب ديال النادي بصفه عامه، فرحان خصوصا ذاك اللاعب الشاب ديال ادريسي تبارك الله اللي سجل ضربه. شكرا.